هذا عذرك كل ما تأخرت. حفرات شنو؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. في كلمة أنا محضرها لي يومين خاطري أقولها لكم الحين، لكن في حاجة أنا أشوفها أحسن من الكلمة اللي أنا بقولها. أبو الجود تعالي بو. بلك ما تدري وش الموضوع. أسلم. الحمد لله ومنته تبرعت أم تركي لي ببئر وبناء مسجد في السودان. ما شاء الله. أقسم بآيات الله إن أسعد خبر من يوم إني ولدت لي ما واقف قدامكم الحين. بئر وأنا غبطت فيه مسجد في السودان ومسجد في السودان. وأنا أطلب من أم تركي إذا تسمح لي إن أسمي المسجد مسجد الجود إذا تسمح. ولا تنسى الخبر من الخبر جزاه الله خير فواز ابو فزاع فواز الحافي هو اللي بشرني في الخبر. ما شاء الله اسم على مسمى ابو فزاع، دائما فزعات في الخير وبشارات الخير ما يحتاج. فاشكرها بيض الله وجهها واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقها على قد نيتها وهي سيده. امين. نحسبها الله حسيبها من السباقات الى الخير والى اعمال الخير، والله العظيم فرحه لا توصف. راعية الجمايل أم تركي، طبعا تعرفونها كلكم تركي. بشر الشباب بالوقف. الوقف وصل 70%، باقي 28%. لا كم؟ 72. باقي 28%. يلا الغدا يا عيال. امين يا رب. جزاه خير، وهذا ان شاء الله لك صدقه جاريه لك عنه وعنك وعنها يوم القيامه ان شاء الله. الله يسلمك فوز. قل ايش عندك؟ لا اللي بالي بالك خله. ايه انا لا مستحيل سلامات. بس الله يكتب الاجر يا رب العالمين وانت تستاهل والله. امين. والله العظيم يعني في البرنامج هذا كله هذا المكسب. ابي حضن. والله العظيم. ما شاء الله تستاهل تستاهل. تستاهل الله يجزاك خير. تستاهل يا بالي. ان شاء الله سمعت يا راعي البير بير ومسير بير ومسير صار مناغر. ايه شفت يا راعي البير اللي راعي المسير احمد عقبالنا مقبره بير ومسجد. لا لا احمد انا براده اموال الماسيه روحت يا اخي. الله يكتب ان شاء الله. اي والله كرتون ما عقبالك ان شاء الله. قلتهم مسجد وبير ومقبره. عقبال الجميع الله يسمع يا رب. عقبال الجميع برعايه ولا تقولها قولها انت استاهل كل خير. الله يسلمك. وام تركي جزاها الله خير، دايم اسم ام تركي مرتبط بالخير. والله انا ما فرحتك انت بس، فرحتنا احنا بعد. اي والله اي والله بيض الله. اصلا المسجد براد 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 براد. احمد
سم. اتمنى بعد البرنامج واذا بنى المسجد تعلم من هنا وبروح احط انا براده ايش هاي. طبعا هي قالتها بنيه عن ابوي وامي وباذن الله عقب ما اخلص انا قلتها بسافر من عقب البرنامج. انا اطلبك اني اروح معك ويانا ان شاء الله الوالده وابوي، واذا قدرت بنيتي ما اقدر صعبه اوديهم المسا هناك وان شاء الله يخلصون المسا وافتتح في مركز ان شاء الله. انا اروح معك باذن الله شو بحط براده. ترى اللي فرح معك كثير منهم. تصدق يا ابو احمد كل معك يا ابو جود. ابو جود تذاكركم ما اقدر عليها. ابو جود سمع بس انا اقول جزاك الله خير تستاهل الجود والله لك سبب باسم الوالده. دام الوالده والوالد خلي باسم الوالده مس الدلال. اي والله ليش لا سمي دلال فلان على نيتهم. على نيتهم هم اي ابو الجود دام على نيتهم خلوا بس من والده على الوالده والجود تبشر بالعود. على البيره سميه بالجود والمسد على دلال. بالضبط ممتاز. اقول لك بس العمال في السودان تكفى اتركهم بحالهم ولا لا اتابع الشغل شوي شوي. لا راح كذا ينشب لهم تلقاه اهم شيء تلقى لك احمد اهم شيء تلقى لك امام يصلي بشويش. امام ما يستعجل يصلي بشوي. قال لك امام هو مامو خبر عند ابو مسفر. واحد منكم جالسين الحمد لله ابيها شكر شكر يعني لله فيها حد صدق له وبنى له مقبره باسمه اللي هو منصور قرني. جزاك الله خير. واحد صدق والله صادق صادق طيب صادق في احد عرض مساحه فاضيه تصدق بها باسمك نيتك مقبره. مقبره انت من جدك؟ هي من جدي. رد على ما يبي يطلع اسمها فعل خير. وشلون وصلك؟ احمد سعود علمني له. تكذب تكذب بس يا عشان احد يبني لك ان شاء الله انا واحد نقبره فيه انت. الله اليوم كلهم ليش؟ بس دعوه يا شباب. يلا يا عيال دلع بردي يا عيال. روح حط وش اللي يمشي؟ جابه سابق جاهز بالكامل. يلا والله العظيم ابو علي والله اني قاعد 20 دقيقه عشان انتظر غير ذلك خلنا نلعب والله العظيم سعد دوسه وجرني لا ندر ندر راقد ندر راقد قسم بالله. احصائيا لو سمحت تاتها احصائيا على اللي شفته صلاه العصر اليوم اكثر نسبه حضور غير مبكر اليوم عندي السبب الامام السبب بنقلب يا اخي هذا هو مأموم يسابق الامام دول امامات يوم القيامه والله اني مد 23 وقعدت لين 3:42 دقيقه اقصد صلاه الصلاه فوق قعدت الصلاه واقرا قرات صوره القارعه واقرا صوره تبارك الملك احنا نسمع الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر خلص الصلاه. الله يجعلها في ذمتك يوم القيامه. اي والله هذا نسمعه الشباب كله. الله يجعلها في ذمتك يوم القيامه. هذا نسمعه الشباب كله الجميع بسرعه والبعض. هذا نسمعه الشباب كلهم ما يدخل الشباب نتكلم عن نفسك كل واحد اي كلهم كلنا نتفق على نتكلم عن نفسك بعدين احنا نتناقش مو ذمتك ما ذمتك هذا ذمتك يوم القيامه لانك تتهمني بشيء هذا اليوم وش اسمع لذلك انا راح اناقشهم انك تصير مؤذن ولا استماع. والله لا اصير امام حتى هم يحطون لي غير الجدول وخلاص الجدول ولا جدول اصبر والله فيصل من قريب الاربعاء كان اخر اريح لك يا فيصل سعد مبكر صح؟ ونجيبان انجيبان منهم اللي مبكر؟ انا محمود انجيبان خادم المنتجع يا اخي انا ما عاد يصلي بدري اصلا تعال شيك الجدول مو ترمي كلام وتنحاش انك عندك كلام وواثق من نفسك توقف اللي واثق من نفسه يقعد مو يرمي كلام ويمشي احني دايما احمد ونجيبان المجلس احد جار هناك سعد انت ما بدك تجي من اللي صلى مبكر يا سعد الدوسري انا ونجيبان واحد انا مو مبكر طيب دقيقه رحت يا اخي من الظهر اقول لك مين ساعتي ترى مريت عليكم سريع هذا عندكم ادور فيصل ما في ساعه بسكم شباب هذا يد بيدن ثم اركض رجعت لقيت فيصل هنا انت الحين من الظهر تقول سعد والله ما ساعتك هذه هذيك ساعتك ايش تبغى انت هذه ساعه سعد هذيك مي ساعتي ساعتي انا الكبيره الضخمه اللي فيها التواريخ وفيها كذا اوه اجل ساعه من اللي اذن الساعه 9 الصبح صحتني اقول الله بغيت اروح اصلي الظهر انا بجيب ساعتي هناك ها ساعه دوسري ما اللي عنده ساعة زي ساعتك هذه؟ هذه ساعتي جايبها أنا معي من برا من اللي عنده واحدة زيها؟ من اللي عنده واحدة زيها؟ والله ما أدري أذنت الساعة 9 الصباح أشوف كلها ثلاث أو أربع ساعات زي هذه الساعة 9 الصباح أذنت على الساعة 12 شكرا أسبوع أسبوع أصلي الظهر عبد الله نجيبها جابني وليد لوين رايح؟ فاستحيت قلت عرفت أنه باقي بدري قلت بروح دارت مياه وأرجع من اللي قاومت هاو؟ مشينا خلنا ناخذ على نسبة الحين أوكي فؤاد ردنا فيصل
جي داخل علينا فؤاد. مؤذن الإمام. لا إيه. إيه فؤاد دخل علينا. لا لا الله ثم هو. الله أكبر. الله أكبر. لا والله العظيم. ترقي مع الركعة الأولى أنا تدري؟ بسطة الظهر. توظفت ممدان اللي جيت على الركعة الأخيرة. يلا لحد. هذا طول عمرك بركة زيارتك للمجلس يا أبو إبراهيم الله يحييك. آه وآخر مرة. ما والله أجي. عشان أكون صادق معك. تفضل يا صادق. أنا اللي أنا لعبت فيها بس. هاي دام هناك. ما عاد يفهم معي صقيل ولا بنتظر المغرب من الحين. ترى تأخيركم هذا والله العظيم إنه ما بيعطيكم. أنت معهم. موجودين هناك. إحنا بنجي العيال خلنا هناك. ليش ما طلعنا؟ إن شاء الله يقول خذ 98. كيف؟ الهنجر هذا 98. الحين نوريك إن شاء الله عشان ما تصحين الأصل وريك التقييم. ترى عليك أنا بصحي فيصل. ما أتمنى أنا هناك صح؟ أتمنى. لا. شفت إنك ما تدري. رواتكم. كيف صحيت أنا؟ أما دخلت عليكم فيصل.